مرحبا بكم في 3 دقائق بالعربية. نتابع الحديث عن حروف اللغة العربية، ونتكلم اليوم عن حرف الراء. الراء هو عاشر الحروف في اللغة العربية، يكتب بهذا الشكل، ويأتي أيضا مع كل الحركات، ومع السكون ومع الشدة والحركات المرافقة لها. راء راء نظارة راء نظارتان راء نظارات راء ركض راء مع فتحة. أنا أركض راء. هو يركض راء. هي تركض راء أيضا. غريب راء. ربح فريقنا المباراة. راء مع فتحة. راء راء ربح فريقنا المباراة. غريب. غريب. ركض. ركض. نظارة. نظارة راء راء. لنبحث الآن عن كلمات فيها حرف الراء. راحة. ركض. رسالة. رسام. رسمة. كرة. رأس. مطر. فريق. نظارة. طريق.